متى فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي للمره الاولى؟ موسم 74 75، موسم 85 86، موسم 93 94. مش فاكر بس ممكن 93 94. كم مره فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي؟ 8 مرات، 10 مرات، 9 مرات. هو كسب كتير السنه اللي فاتت دي، ممكن 9. الحمد لله. من هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان؟ زلاتان ابراهيموفيتش، امبابي، إنسون كافاني. ممكن لسه كافاني. من هو النادي الفرنسي الذي فاز بالدوري اكثر من باريس سان جيرمان؟ سانت تيان، ليون، مارسيليا. مش عارف ليون ولا سانت تيان. سانت تيان. سانت تيان. سانت تيان. بس كان زمان عشان. قبل ميسي ورونالدينيو، من هو حامل الكرة الذهبية الذي سبق له اللعب في باريس سان جيرمان؟ ميشيل بلاتيني، ماركو فان باستن. ويا. قبل ما نكمل. ناس. كم مرة فاز منتخب فرنسا بكأس العالم؟ مرة، مرتين، ثلاث مرات. فاز مرتين. من هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا؟ تيري أوري، كريم بنزيما، جيرو. لسه هنري. تمام. من سجل هدف فرنسا الثالث في نهائي كأس العالم 98 ضد البرازيل؟ زين الدين زيدان، يوري جوركيف، بوتي. بوتي. هو اسمه إيمانويل بوتي. تمام. إيمانويل بوتي. أكثر اللاعبين الفرنسيين فوزا بالكرة الذهبية هو ميشيل بلاتيني الذي فاز بها مرتين، ثلاثة، أربعة. ممكن أربعة أو ثلاثة. ثلاثة. من هو صاحب هدف تتويج الجزائر بأمم أفريقيا 2019 في مرمى السنغال؟ رياض محرز، يوسف البلايلي، بغداد بنجاح. بنجاح. في أي عام تم إعلان استقلال الجزائر؟ 1962، 1960، 1958. الثاني. 62 كم؟ كان كم؟ 62. 62. ما هو اسم معاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى؟ معاهدة مرسيليا، معاهدة فرساي، معاهدة باريس. فرساي. 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 ما هي عاصمة تونس؟ تونس، صفاقس، سوسة. تونس. ده أنت جامد بجد. أكثر دول العالم إنتاجا للأرز؟ الصين، الهند، إندونيسيا. الصين. في أي دولة تم افتتاح أول مترو أنفاق في العالم؟ فرنسا، الصين، إنجلترا. فرنسا. غلط. الصين. إنجلترا. خلاص.